بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كان واكي تضبطا يا صدحات كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وحين كسو جري فضلك كجرى يا خيرك كجرى قاشدا يا نولاش أذك يا الدنيا ذا إن لسكف ضيء إن لسكو بدينين فضلك كجرى لقونا الصبر لبكا يا باهداس. وعن خالد بن عمير العدوي أحد التابعين الكبار ولما أدرك الجاهلية والإسلام بأن لا إله هذا ومخضرم، قال تابعك وحجر خطبنا عتبة بن غزوان وحنأخذ بينهم حاضرية أما النواني والنوعدي عتبة بن غزوان المازني ريبني مازن من صعصع أيو أرد الشيء للد أهان من ريبني مازن أو أيو أها رقن أو حكو أها ريبني عبد شمس ابن عبد مناف. بعض المؤرخين وحيشهم والأنساب وأهل الأنساب وحيشهم أها حليف لبني نوفل ابن عبد مناف. المهم لبدا أني ولا لها لبدا قيس من متكوها رقم كوها علشان الحين ما زنبوها صحابي جاز عتبة بن غزوان. أي نأخذ عتبة بن غزوان وهو من قدماء المسلمين من السابقين الأولين أيوة أها دكتور هجرة حبشة إثوبي وهجرة كدي من الصور نقضي أيوة أها يوم ما كقصور الله بتاعنا ما كهجرة مدينة تجي طبعا كد روحي أول رئيس إسلامي أما دوري طبعا كأول ريب وأها نندير وقروح سنة أيوة أها أحاديث بدن موريه لقى مرة قاضي نن مع قدمه وسولي بعد والسنة الرئيون إسلام الرئيون هجره الرئيون مع أحاديث بطنين. وحكم ده صحابة قال له النبي محمد وربك قيب قاتي مما شهد بدرا والمشاهد كلها بدر إيه قال له كدن بيوردن برك قيب قاتي أيوها نين هذه آدو قيمة بضن بوها نين توقت يشيش كاكو عام بحي بوها وقاد لغوش عليها وشا أيضا. سيدنا عمر واقي دن بيوصو خلافة قبطي رقي أمراده واستعمال العراق يا شام قبطي بوها عيدا علوس بودي بمركز العراق ودري وبول لم يشهد الليلة هذه حياب تقطع العراق يا شام لكو دحيسا يا واقاس فردد هندي يا عمان يا بحرين لكاسو دنبا نينك قبطيو بصرة أساقا أساسو قبطي مساعد كوهو الرئية لغدي سي بصرة أساقا تشيحي مغالدا أساقا أساسي مساعد كوين عان كي بصرة كو عان بحري أساقا تشيحي والسميي مركا ومدى لوكاس وقعنت كوي والينا كاها يوسف حجي عمر بحاجه كل مين وحكيري وواييلي وحي هذه درتنا هذه السوق قبطي حلكنا دي قلو ريكتو ودوالي عصوب يا غوبرناتور ما قعوده او بصره مسؤوليه دي يا مسلمين تا لي وريجيان ربا عمر ودي دي خوري كا وريجين ما هي ادا قبطي جنينك كان بحية حجي بوري انت اذكر لي من هالكام باتشوغي دو امير المؤمنين هذا اللي قمي عيلين كارو ورنا ديرو اقادا كمان نغن كاريه ميلاهي كان مكي حرامين كان اسكا تشوغا هاي تاز كان اسفهم اتشريه هوري وان اسكا اكتشوغا هاي عراقي هوله دي اقادا ما يبور واتكون نغنيس ما كو كبحي عراق بو آذي ما كمر كنصاق ورقا قيب وحور إله يو بصرها يقول عرينين بصرة اللهم لا تردني إليها أنا وفيو إله يوعيني بالبصرة لحظة ما كون مرة يمشي الربدال الأورنجري يهاشي زكفنيني ونفبح الربدال اللي وحبالي لأنه عاصم استجاب الدعوة أصحاب الفتوحات صاحب هجرة قدم الإسلام كعام بحي قيسي هلي شيشيهان مسلمين تجعلهم بوه خطبة بهذا الشيدية واتنا خطبنا عتبة بن غزوان بانو خطبي في رواية على المنبر منبر بصرة أي نو خطبي على المنبر بالبصرة روايات وحديث كلها بعضين وكان عتبة وحوها أميرا قدومي وكاها على البصرة بصرة ما شاء الله فحمد الله إلهي بو أماني
وأثنى عليه وفالله أمانه وركاديي حمدك أسلكيس وحال إذا أحد كائنات كو أمانته تلمامها وناكسنا أولي أتكو شكت وأثنى علينا وحال الله استعماله مركز حمانته كان الزهده صفات كلو يقانا صفات الثبوتية والسلبية مركز جمع سكينتا إذا حمد الله وأثنى عليه إلهي سبحانه وتعالى وحم مضيعي أو وناك أو أمان أو قيمي قايا ربنا تكشك حمد الله الليل هذا وأثنى عليه أمانت أكساب سنوي إن الإله كتكورته الصاحبة الولد العجز النقص حيوان نوع عصر ربي كتكورته هبل وقيسي فلينا ما هدات هذا محادثة كنتي الحمد والثناء هبل وحات رواديخسي بخيل لما أها محادثة كنتي إن الحمان كأن في دوت كتكورته وناقنا أقرته وهذا سيدا سيد هذا وهذا روح لمن حمد الله وأثنى عليه وأسكن مت أما أنت إن الديري أو الركادي أو درب الله ظلم مرين وبيكتو سيسا حمد الله اللهم هاد شيء ووحم مضيه بأقوم مهن نقي وأثنى عليه الله إلهي بفان فلا أمانه أمانت ربي جي أيو كعل عشي ويو ركادي ثم قال وحوري عتبة أما بعد من بركي وأميرك كأبو تاغين يا بصراء فإن الدنيا وحور قد آذنت تذكر وحي أغيسيسي بسر من قئتان أي قئيس رماتي بسر من أي بين قطاع وفناء الدنيا وحي أغيسيسي تذكي جعلا أما الدنيين أي الدنيا إلي دبتشيسي أي تكتي أي رماتي قد آذنت أي أعلمت وأشعرت بسر من أي بانقطاع وفناء بصر من نوال غيصات كان نوال كرنبا لك هذا نوى يقودني وولد ويتشيت ستي دبضي دكتي الدنيا حذاء يدو دكتغيس أي أدبرت سريعة بيك الدغانت أدبرت سريعة دبضي تشيريس يدو آدي يدو دكتغيس معنى هاس نوال الشيغة لما وحيلين لغويين حذاء وتأنيث الأحذ كالأحمر وحمراء وذكرنا إسامة إلى تاه مذكر كوحلورنا يا لبك وحلورنا هي الأحد أو شيء قد بدأ جو أنا إنسان تلا هاي شيء قد مركو كودا في مال لقب صدق يمل وده جو إنسان لقب تان لهين سيدولها أيا الله يده هذا شيء قد مركو كعر وأتقانت الله عضو أما شيء قد أتقانت اللقري أما جو إسيبت كودا جي أما طفت مع أستاذ قبصاني أما عماد أتقانت اللهيلي شيء قد سوى مال لقب صدوله شيء سين تقو أن إما لقب تان لهين مرك هرقة قي هذول لبيا وحال إذا ذا الأحد هذول لدق هنا محال إذا ذا حذاء ميد فانتك أحمرين وحمراء ساسو كلوي مرك هو معي معناها دي الأمره وولد الدنيا ضبط يدقتي حذاء يوم ما لقب صار لهين مرك ده يكون دافته كاتك توي هذا حذاء مرك السرعة هو ودنا وولد حذاء أي سريعة يدو الدقدق يسبي دقاقضي الدنيا لبضع معنى بقى تكون فصير كرتاع ولا يسبلها ولم يبقى كمهر منها الدنيا إلا صبابة همبا موية إلا صبابة همبا أمبا كهري فراشين لما يستيء الوكا لتقي حيرا حال حال كهري أمبا الدنيا كهري وكصبابة الإناء ويلك همبا ديساء هراغا ويلك كهر أما ديكسي وكهر يتصابها أورور سنة يهمبدي صاحبها كي حيرة لها رجينا أن بندينا كديقنا هدي حيرة الورده وحي كهاري بعد مرديسة سوما رجينا لعوني وحيرة مالها كده قدربية ده حيرة ده يدكسيها ونن كم مر مويوس كأورور سنة هيو وبعد ويا كهاري بسحابك كويلي وهذا الأدو حل رب بليغ صبابة الصاد كديل لجوده وهمبدا يهراجة صاد كذا تكرر دو الصبابة تنادانا وعشق كالجعل كوي ويبا أقول لمن يسأل الله أنتو كهوي هذا مركز الصبابة سيدا وقاعدة أما الصبابة ومعنى كله كصبابة الإناء ويلك هم بدي سي هراجي سو كلا يتصابها أورور سنة يا أما هم بيس سنة يو صاحبها كي حيرة إسكالها الدنيا ده وإنكم إذنكم مسلمين منتقلون واتكوريسا منها الدنيا إلى دار قربت قوريسا إلى دار
laa zawaal laha aan dhammaanayn, daar aakharoon dhammaad lahayn oon degdeg lahayn oo lagu nagaanayo ayaad u guuraysaan muslimiina. Muslimiintu wuu ahaa mas-uulku la hadlaaya, doonno culimo wax garanaya, dii caami lagu dhagadhaga waaweyn, maxaad ku samaynahad? Inna macaal cusri yusran bay carabti dhadaan baad dhihaad. Marka lagu yihahdo waa aayad qur-aana kaba sii fiican baad dhihi, sida madaxweynena soo garanmaysaa. Nin madaxweyne noo ahaa ayaa khudbeyn loo jeediyey ummadda Soomaaliyeed, markaas wuxuu yihi carab waxay tidhaahdaa inna macaal cusri yusran, jaalle madaxweyne waxaa la yidhi waa aayad qur-aana kaba sii fiican buu yihi. Warka maysaa sheegi maydaan sheeg qolyo daarooda xanaaqahay. Almuhim wa innakum idinku muntaqiluun, waad ka guuraysaan minhaa daartan adduunyo ilaa daarin, guri baad u guuraysaan laa zawaala laha aan dhammaad lahayn oon laga guuraynin. Fantaqiluu, la guura bikhayri maa bixadratikum, waxaad gacanta maanta ku haysaan kiisa u wanaagsan la taga daarta ayada ee aakhara waana ka wanaagsan. Fantaqiluu, la guura muslimiinay bikhayri maa bixadratikum, waxaad gacanta ku haysaan ka u khayr baa camalka saalixaad, camal wanaagsan la taga buu leh. Shaygii ay kuu suuragelaysa maanta inaad samayso, saxaabigu wuxuu ka soo qaaday shay gacantaada ku jira. Maa bixadratikum, wax idin hor yaalla ee goobtaad fadhidaan yaalla eed goosan kartaan eed goysaan la tag la guura bur, waa maxay? Waa alcamalu saalix. Intaad adduunka joogta hadda wax walbaa kaa suuragala, khayr badan baad shaqaysan kartaa, ilaahay baad u dhowaan kartaa, wax aadan la iman karin oo khayra waa iska yaryahay. Marka waxaad awoodaan ee gacantiina ku jira ka u wanaagsan la guuro oo aakhara la aado oo daartaas aan laga zuulaynin, laga dhimanaynin, ee laga gaboobaynin la aada buur. Maxaa jira saxaabiyow? Fa innahu qad dukira lana, waxaa naloo sheegay. Faacilka waxaa loo gooyaa lilcilmi bihi, aqraada balaaqada loo gooya saasaa ka mid a, wuxuu u goynayaa in uu la og yahay. Haddii yaa u sheegay saxaabi, wax u sheegay nabi maxamed un weeye, waa la yaqaanaa w xaqoo dhici karta inuu saasagu nabiga ka maqal ee saxaabi kale uu ka maqayna waa dhacday, ilaa saxaabadu waxbay kale wariyaan. Riwaayatu saxaaba bacdihim can bacdin, ninka la odhan jiray Bayhaqi ayaa wuxuu waqti ku bixiyey inuu sardiyo. Bukhaari iyo Muslim wixii xadiidee ku yimid ay saxaaba kale wariyeen ayuu hal mar fayl geliyey. Lixdan xadiid buu ku sheegay fii safaxaatin mutataaliya, kitaabkiisa Almadkhal ila cilmi sunan ka akhriya. Istiqra Bukhaari iyo Muslim buu hal mar saa u fiiriyey. Kullu maa rawa saxaabatu bacdum can bacdin ayuu fayl geliyey. Shaamil ha la fiiriyey, alaab ha la taabto, uma baahno intay ku jirtaa, wixiina sakaraadka dadku ma ahay. Marka inuu saxaabo kale ka wariyana waa dhici kartaa, inuu u gooyo lilcilmi bihina hadde waa dhacdaa. Mustalax waad ku barteen, hadduu saxaabigu yidhaha nuhiya, waxaa nalaga reebay ama naloo xukumay ama naloo sheegay, waxaa lagu xambaaraa xadiid marfuuca xukman, wain lam yakun marfuucan riwaayaatan calaa khilaafin, sawaabkuna waa inuu yahay marfuucun xukman wa riwaayaatan baa sawaaba, laakiin baxfii khilaafi usuulaha ku jira. Fa innahu qad dukira lana, waxaa naloo sheegay oo nabigu unoo sheegay, ana alxajara dhagaxu, yulqaa in la tuurayo, min shafiiri jahannama, jahannama qarkeeda laga tuuraya. Shafiirku waa shayga qarkiisa waliba sare. Shafiirku waxaa loo isticmaalaa shayga gebigiisa qaybta sare. Mararka qaarkoodna hadde inagu qar waxaan dhahnaa weel siman, dhankan geeskana qar waan dhahayna, kaana qar waan dhahayna, kana waan odhanay, laakiin shayga labada daraf ama labada dacal midka sareeya ayaa shafiirka inta badan la yidhahda. Ina alxajara dhagaxu, yulqaa in la tuurayo, min shafiiri jahannama, jahannama qarkeeda laga tuurayo, afkeeda iyo afaafkeeda, oo fayahu uu hooban oo uu sii socon ama wilaan wilan, fiiha fii jahannama 70 caaman 70 sano, 70 sano dhagaxii jahannama afkeeda laga tuuray inuu sii soconayo ayaa naloo sheegay. Laa yudriku, uusan haleelaynin, lahaa li jahannama qacran, salla uusan gaarin, 70 sano sii soconaya asagoon gaadhin jahannama salkeedii iyo gunteedii. Wallaahi allaan ku dhaartay, la tumla'anna, waa la buuxinayaa jahannamu, la tumla'anna waa la buuxin jahannamada, saad aragtee ee dhagaxii la tuuray. Dhagax maxaa ka orodbaa haddii dhagax xawaaruhu goynaya la tuuray, culayskiisa iyo xoogga lagu tuuray, miidaantii, surcadii xawaarihii bay sii kordhinayaan.
todobaatan sano uu sii orday isagoon salkeedi taabanay. Wuxuu yidhi saxaabiga, facaajibtu, ma la yaabte jahannama intay la egta dherarkeeda iyo ballaceeda iyo in la buuxinayo miyaad la yaabte? Walaqad dukri lana, ma yaabteen? Waa wax la yaaba. Haddii istifhaam laga wado way hada tacajub. Walaqad dukri lana, waxaa kaoo naloo sheegay anna maa bayna misraacayni min masaarici aljannati masiiratu 40 caaman. Waxaa kaloo naloo sheegay dhanka hadday jahannam iyo naar sidaa u weyn tahay, jannada ka sii weyn. Oo jannada iyadu markay buuxsami weydo, dad cusub baaba ilaahay u abuuraya subxaanahu wa tacaala. Naar nimaan kasbano oon shaqaysanin ma galo, laakiin jannadu nimaan shaqaysanina waa galaa. Laana waa raxmad ilaahay jannadu, tanna waa ciqaab ilaahay, cadli baa lagu maamulaya, tanna fadli iyo ixsaan baa lagu maamulaya. Wuxuu yidhi saxaabigu, walaqad dukri lana, waxaa naloo sheegay anna maa bayna misraacayni, labada albaab inta u dhaxaysa, misraacu waa labada fidqi albaabka kadinka ee albaabkaasoo kale hadda alwaaxan weynaysaa u gudbanaya safeexaddu ay qabanayso, iyo ka kale ee cadudka la yidhaahdo ee tiirka inta u dhaxaysa banaan baa misraacinka loo jeedaa. Hadduu albaabka laba fidqa leeyahay, mid xagga u furantana waa misraac, midda xaggunatana waa misraac. Almuhim waa labadaa tiir ee albaabka uu kala qabanayo midigii bidix jeer, inta u dhaxaysa unbaa loo jeedaa. Anna maa bayna misraacayn, labada cuud ama labada alwaax inta u dhaxayso, min masaarici aljanna, jannada albaabadeeda ka mid a, masiiratu 40 caaman, 40 san in loo socdo wey. Hal albaab oo jannadu laga galo ayaa wuxuu isku jiraa 40 sano in loo socdo, 40 sano. Guriga marka albaabka yaa weyn, guri 10,000 40,000 ruux qaadaya waxaa laga soo galayaa, albaab yaroo 2 mitir ama mitir ee badh ah. Haddii albaabkii keliya ama labada fidqo ee albaabku uu noqday 40 san in loo socdo, jannadii maxaad moodaa wey? Jannadii la gelayay maxaad moodaa? Carduha samaawaatu wal ard ucidat lilmuttaqiin wey. Wuxuu yidhi saxaabigu, walaa ya'tiyanna, waxaa imanay calayha, calal jannati, iman doono mari doona, yowm, maalin, wa huwa albaabkii jannada, kadiidun, u ciiri yahay, min azixaami, badnida dadka darteed, kadiidun, u ciiri yahay, isaga yar, kadin yar buu noqonay. Oo maxaa kadin yaroo ciiriya ka dhigay? Waxaa ka dhigay dadka badnidiisa. Hadda albaabka markaad keliga ka baxayso waa kula weynya, haddii masaajidka laga dareero 10 isgarab gashaan meesha ciiri meel aad martaad waaye, albaabka marka lasoo galahayo waad arateen waa iska bannaan, marka laga baxahayana waxaad moodaysaa inuu yahayba nus mitir. Walaa ya'tiyanna, waxaa iman doona, allaan ku dhaartay, calayha, calal jannati, yowmun, maalin, oo haddee waa maalinka qiyaame ee dadku ay geli doonaan jannooyinkii, wahwa kadiidun, asagoo ciriiriyoon, min azixaami, dadka badnidiisa darteed, jaamka ka jira darteed, ilaa hawshaasaad fahmaysaane. Wuxuu yidhi saxaabigu, walaqad ra'aytuni, waxaan is arkay, saabica sabcatin, 7 anoo todobeeya, nabiguna 8 ku yahay, 7 saxaabo, nabiguna 8 ugu yahay baana soo martay buuri. Maca rasuuli, nabiga aan la socono calayhi salaatu wasalaam, maa lanaa tacaamun, wax raashina aanan haysanin, ilaa waraqu shajari, geedaha caleentooda mooyeen. Annagoo 7 nabiguna 8 ugu yahay oo duulaan oo gaala ku duulayno, ayaa waxaan wax sahaya iyo wax raashina maana wadanin, caleenta geedahan cunaynaa, waana halgaminoo dagaalamaynaa. Idinkuna idinkoo laydin saadahayo oo wax walba haysto oo dhaqaale haysto oo mushaar laydin siiyo iyo cadowga iska dhacsha laydinka kari waayey. Walaqad ra'aytuni, waxaa isoo martay buu yidhi, oon is arkay ra'aytuni, ay absartu nafsi wey, saabica sabcatin, 7 anoo todobeeya, maca rasuuli, nabiga la jirankiisa, maa lanaa tacaamun ilaa waraqu shajar, raashin aanan haysanin iyo baad iyo saad, geedka caleentiisa mooyeen, xataa qarixat, ilaa ay dildilaacday oo boogowday, ashdaaquna, qowlkanaga, qowlkaas labadaa qowlal ayaana boogoobay. Maxaa yeelay calaf loogu talagay aadamu inuu cuno, afku kuma dildilaaco, qowlkaas iyo dhinacyada yadaankuna ku dilaaci maayo. Laakiin markaad abqadi iyo caleenta xoolaha aad naf ka daydo, waxaa weeye waxaa ku dildilaacaya bishmaha, qowlalka ku dilaacaya, labadaas ayaa ku dilaacaya. Faltaqadtu, markii dambe waxaan helay, anagoo iska soconna, faltaqadtu, waxaan helay burdatan, go' baan helay, fashaqaqtuha,
قوي بان كلا شيحي بيني وبين سعد بن مالك سعد بن وقاص الزهري قرن إنسان صحابي أنا سعد با كلا شيحي نبي المرضي رواية كلي مركز أنا أقول معاوز كذي تنس كذي أصلا نس كذي معاوز كذي فتزرت وحان قنتستي بنصف قوي نسكي بان هوستك حدون قنت كذي معاوز كذي واتزر سعد بنصفها سعدنا نسكي كلو أسونا معاوز كذي درنا هالكاس أنه كتشوغني دونين هالكاس أنه كتشوغني كتاب ربنا وأن الدفاع عني وأن هالقبن وسحابه كلها ما أنت رمحانا هاي أمير من بركتها كان ومقالات نقب دولنا توقبتي حدنا كتلني سحابه حقوق ربنا كدرينسيو دين كان وحي الله سومري يا الدنيا على سكوها اللينين مصير كالضنبي آخران الله شقيسته وحنا لان دبقالي لان تيتك الدنيا أن لقوك تسومين وحور السحابي فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا وحور فما أصبح اليوم ما أنت موى بريسنين بوري أحد أحد منا تضبطينا قمدها صابع السبع تضبط عن ذي ميت كم مدة وما أنت تشوق أمر نول متشوره هو بريستي إلا أصبح أميرا هدو تشوق وحن غد أمير كبرنطور أضيب كي هاي على مصر من الأمصار ما قالوا وين ما قالوا إنكم مسلمين كم مدة رواية ذي كلا عديس فما بقي منا أيتها السبعة إلا أمير عام إلا أمير عام عفوا تضبط أن ذي بورينين أن أمير عام بلشان وأهين مسؤول مشرو رجع نجى تضبطها يدوننا علينا تعوني درنا كقاونا دين كان الدفاعي والدجال ما قال إسكت عيني نقول ما أنت هو أمير بور أنت هذا النولي وحول السحاب وإني أعوذ بالله يا وحنا كم من قليا أن أكون في نفسي عظيما إن أسلوينا أن أكون إن نغض في نفسي أنا قال نفطي إذا عادي مسلوين السنك التاجي وعند الله صغيرا إله أكتن عن قيمة كل هاي وآفي موقتا إن أذو مسلوين أتوت السنك التاج تو سقط قادو إلهنا سبحانه وتعالى كو أولي تأو أكتيس كو قرنتا ومشكلة وعند الله صغيرا الكاهور مركا إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار رواية دورة كتيرة وهمك جوي عند مسلم وابن أبي شيبة شيخ مسلم وحوجي مركة مركو صاؤها الليبوري إلا أصبح أميرا على مسلم الأمصار ولا تجربن الأمراء بعدنا واللي والليبوري أنك قداشا يدو هدان صحابنا هاي تدك الدنبي إذن مامولي الدونة وبتجابين دو أرك الدونة وحي ديقال يقاب كإذن مامولار أنا وأدوني وحي تان نقانا وحن صوم ربان قرانا إنا حالتنا كنا والله يبان نوقي مثل ماشان أسعنا نوقي ياسن نمال لكن أدوني خصوحة وأمرس كيف يدق الدورة دين تكوت من دورة بد ولي تجاوين دون تنبور محايا وإنه والله ما كانت نبوة إلا تناسخت حتى تكون ملكا وجبرية حتى يتكون ملكا وجبرية أما جبرية وحات هذا بقى رواية سمركة ورواية ابن أبي شيبة مسلم حتى يكون آخر عاقبتها ملكا فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا وبدأغان دونتان خبرك هذا واقع علمك وبدأغان دونتان ونتجابين دونتان أمرا نقدم به وحي السمائيات فإنه ما كان النبوة إلا تناسخت إلى أن نقطة آخر أمر هذا ملك يجبرية أن نقطة معناه كوش عوام سعوليه أمرضني فساد الدونان والدين كان لبع المر الدونان وتلمامي وحيري نبي النماء إلهة صوصار مدة جرتا الدون كان لغم مولا خلاف أحد على منهج النبوة كذب علمي مركو يراد ودنيا الله شعراد ولقت ودون الدين كي بقرة يندد أمد قصبة درقية وكل يتلس أنشور لهين
oon kala dambayn lahayn, oon xurmo lahayn, oo xoog iyo muquunin iyo edabdarre iyo xadgudub un ku shaqaysa ayaa iman doona. Wixii dhacay hadda waagii dambe ilaa aminkana taagan. Marka xadiidku baabkii buu ku jiraa oo ahaa fadlu aljuuci wa khushuunatu alcaysh wa taqalluli min addunya maakalan wa mashraban wa mac'aman, ayuu xadiidku ku tusahayaa. Xilliga uu saxaabigu sidaa leeyahay iyo xilligu nabi maxamed garab taagnay garab socday ee qowlow dildilaaceen ee u aradnaa ee seebtiisa uu la socday keebuu qiimo badna xilliga hore. Marka adduunya waxa la isku hadlaya ma aha laga saay qaato. Qowluhu saxaabigu yidhi aadanad huwa bimaddi alalif, alifka lamid ah ayaa aadanad baa la odhanaya. Aadanad ma waa aadan, ay aclamad way ku ogeysiisay. Wa qowluhu bisur minna huwa bidami saadi, saadka waa la godahayaa ay binqitaaciha wa fanaa'iha, inay go'ayso dhammaanaysay ku dareensiisay. Wa qowluhu walad xadaa'ana waa maxay, huwa bixaa'in muhmalatin maftuuxa, ha aan dhibic lahayn oo kor dhaban baa la akhrinayaa. Uma dhaali mucjama, dhaal dhibici leh mushadadatin, weliba la shiday. Uma alifin mamduuda, kadibna ama uma alifun mamduuda ay sariica wey, alif madana baa ka dambayso sariica. Marka waa ra'yi min araa'i allugawiyi, macnihii labaadna waa idiin soo sheegay waxba ku noqon mayn. Wasubaabatu bidami saadi almuhmala wahiya albaqiyatu alyasira, wa waxa yar ee hadhaaga ah. Wa qowluhu yatasaabuhana huwa bitashdiid alyaa'i albaa'i qabla alhaa, hada baada ka horeysa waa la godahayaa, haduna waa kor dhaban tahay. Ay yajmacuha, ururinayo wey. Walkadiidu alkathiiru lmumtali, waa ka badan ee buuxa, sheega badan ee buuxa. Wa qowluhu qarixadna, uu yidhi huwa bifatxi alqaafi wa kasri araa, ay saarat fiiha quruuxun, ashdaaqdi qowlalkii ama daankii ayaa wuxuu yeeshay boogo, boogaa nabaraa ka soo daatay. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال صحابه وحوري اخرجت لنا عائشه ويدن عائشه وحي نو سو بخيساي كساء غوب نو سو بخيساي يو ازارا معاويس غليظا قلفسن وككن قال وحي هويدن جري قبض رسول الله رسولك الله وحا لو اوفسداي او كو غيريوداي في هذين لبدن اسو قبا غواس ادكي ادكو قلفسن يا معاويس ما تيدن كو غنكينا ايدن سارين قلفسن ayuu nabigu qabay markuu adduunyada ka xijaabanayay. Marka hadda adduunya macno leedahay, nabi maxamed baa dahab iyo xariir ka xidhan lahaa, loona bannayn lahaa. Fiiha muttafaqun calayh, waxaa la isku waafaqay. Aadame axadka u khayr badnaa waa nabiga maxamed calayhi salaatu wasalaam. Adduunya hadday wax taraysana isagaa lagu karaamayn lahaa. Mar hadday intay soo dooratay oo la doorna siiyey buu diiday. Marka isagoo faqiir uu ku noolaa, asagoo dhexdhexaad ah oo kafaaf ku nool baa jiray, asagoo qani ah oo dhaatu yasaar ana du yasaarna waa jiray, intuba wuxuu ka doortay maa cinda allahi subxaanahu wa tacaala. Muttafaqun calayh. Wacan sacad bin waqaas azuhri radi allahu tacaala canhu, saxaabiga hadaay uu ka soo warramahaye weeye cutba bnu ghazwaan ee marada kala goostee, qaala saxaabiga wuxuu ihi innii la awalu lcarabi, carab ninkii u horreeye baan ahay. La awalu lcarab wuxuu ujeedaa la awalu lmuslimiin, muslimiinta ninkii u horreeyay. Carab maxay waa aslul islaam, dadkii u horreeyay islaamay ee nabiga garab istaagee taageeray wey. Inni anugu waxaan ahay la awalul carabi, carabkii u horreeyay oo ramaa gana bisahmin falaar ama gamuun fii sabiilillahi, jidka ilaah ku garaan ahay. Sariidii u horreysay la diray ee muslimiintu ay kulmeen, iyagu galo ma aysan dagaalamin, foodaa la isgeliyey, waa la isku yar fufakaday, haddana waan la kala xayday. Marka la kala xayay buu leeb sii daayay, markaasuu gaal la helay, dhiig baa ka qulqulay, leebkii asagaa buu sheegahaya. Waa leebkii u horreeyay muslimiin duula ay gareen, gaal ay la heleen Sacad baa iska lahaa. Kutub al-awaa'ilka lagu sheegaa qisadiisa, ilaa kutub badan baa al-awaa'il laga qoray. Nabi Caasim baa qoray, rag badan oo salaf baa qoray, ilaa waadama Suyuuti mutaakhirkaasna wuu qoray. Innii la awalu carabi ramaa bisamin fii sabiilillah, walaqad kunnaa waxaanu ahay naqzu kuwa duula maca rasuuli, nabiga la jirinkiisaanu duuli jiray. Maa lanaa tacaamun, anagoo raashin haysanin ama raashin uusan noo ahaanin. Ilaa waraqu lxublati wa hada samaru cafwan, riwaayada Bukhaari baa ka fiicnayd. Maa lanaa tacaamun ila lxublatu wa waraqu samuri, saasaa saxan. Xubladu waa abqada,
ama quullaha waxa u taqaanaa geedka jeerinka la yidhaahdo maxaa lagu cunaa ma taqaanaa geedka jeerinka la yidhaahdo quulla laga cunaa gumartuna iyadna waxaan la cunin bay leedahay quruxu abquu leeyahay maraaga iyo quraca iyo geedaha nooc qansaxa iyo bilcinki iyo waxay leeyihiin abqa adhigu xooluhu jecel yihiin ninkay naf qabatana uu ku caliya qubo uu leeyahay waad garanaysan xubladu marka waa ayada sida raajaca waa abqada adhigu cuno xooluhu cunaan baa xublada la yidhaahdaa waraquna waa caleentii caadiga ahayd samurkuna waa geedka sogsoga la yidhaahdo ama quraca la yidhaahdo meeluhu ka baxaana way isku yeergiyiin way kala duwan yihiin sogsog iyo quruc isku mid ma aha way kala duwan yihiin laakiin geedka un weeye waa qansax weynaaday qurucu siisuba qansax weynaadoo si kale u baxay wy soo garan baysaan almuhim xoolihu waxay calfan jireen baa naf ka daynay buu saxaabigu ku leeyahay wax kaloo meesha yaalla maa lanaa tacaamu raashino uusan noo ahayn ilaa waraqu lxublati abqada caleenteeda mooyeen iyo wahadaa samuru quraca iyo maraaga caleentiisa mooyeen laakiin riwaayada bukhaari baa ka fiicanu maa lanaa tacaamun ila lxublatu oo abqada ah iyo waraqu samuri oo geedkaa qurac caleentiisa ah marka caleentii iyo abqadu way kala duwan yihiin xataa in kaana axaduna ilaa midkaaya buu ihi la yadacu uu dhigahayo kamaa tadacu shaatu siday neefkaadhiga u sala dhigto markaan bannaanka tagnoo ayay saxaro midkaana qabata amaan xaajo gudanayno waxaanu dhigayna sida xoolihoo kale wey saaladii iyo digadii xoolahaan dhigayna maxaa yeelay xoolo waxay cuneen unbaan annaguna cunnahaadi ruux walbana wuxuu cunuun buu bannaanka geynayaa maa lahu khilun baa fiican khadal la kasriyo aniga way korraban tahay dhib ma leh maa lahu uusan u hayn khilun wax dheehay wax kaloo ku dhex jira ma jiro waa caleen waa saalo digo xoolaan dhigayna ilaa abqiya caleen baanu cunayna maa lahu khalun haddii la yidhahdo waa maxay asigii baan isdhex gelin weeye saxaradu waxay isqabataa marka xoogoo wax isku xidha uu jiray nacfi haddaad geedo laqlaqdo geedo kala socdun baa kaa iman oon isku dheganayn qoryo kala socda khaldun macnahaas marka noqonaya laakiin khildun wax dheeha uusan jirin oo caleen caadi aan dhigayna buri saxaabigu dhibkaasaa diinkii loo soo maray marka dhibka asaga ah ayaa ka wanaagsan weeye nicmada aad ilaahay ugu shukrinaynin dhibaatada addiinka u martay xaggana aad ku sabirtay ayaa ka khayr badan walxublatu bidami lxaa ilmuhmalata wa iskaani lbaa ilmuuxada wuxuu yihi sheekhu xada waa la godayaan dhibcda lahayn badana waa la kordhabayaa almuuxada ama ulmuuxada halka dhibic la siiyey wa hiya xubladu iyo wa samuru geedka samurka la yidhaahdaba nawcaani waa laba nooc oo macruufayn la yaqaano min shajari lbaadiyati baadiyaha geedihiisa ka mid ah waa tafsiir jira waa laba geedoo kala duwan oo xubladuna waa geed caleentii samurkuna waa quraca waa la sheegaa laakiin wadaada waxay leyihin xubladu waa abqada ama quullaha iyo wixii la mida weeye waraquna hadda waa caleenta caadiga dhib ma laha qisada hadda uu ka sheekeynayo waa tii uu ka soo sheekeeyey saaxiibkii cutb bnu ghazwan ilabakii ka soo warramay saxaabiga hore ka soo warramay iyagoo toddoba nabiga la socda aradan baahan xaggana dagaalamayo gobannimo raadinaya maxaa yeelay ruuxu hadduu mar maskaxda ku xoroobo adduunyadu culays kuma hayso mar haddaad maskaxda ku xoroowdo oo dulmiga diiddo oo gumaysiga diiddo oo in lagu muquuniyo lagu ehanaysta aad diiddo adigu qaawano caalqabin baad naftada iibsanaysa oon dan ka lahayn mar haddaad aragto qolyo ka fikirhaya calooshooda iyo caalkooda ka fikirhaya iyo caadhkooda meeshanaysan weli ku xoroobin maskaxdu aad la haystaa haddaad aragto nin ku mashquulaya dhulalka iyo waddamada in la xoreeyo isagoon aadamihii maskaxdiisii la xoraynina wax badan baa si ka ah fahamkaa ku yar waa maangaab aadamuhu horta inuu maskaxda ku xoroobo caqligiisa ku xoroobo wuxuu yahay garto meeshuu ka yimid wuxuu ku nool yahay meeshu u socdo adoon cawrada waxaan ku asturta aan haysanin baad rabaa inaan gubannimo waxaanaan lagu marinin ninkii reer madow muxuu yidhi gobannimo he dhaga adayg baa iga soo hadhay buu ihi
iyo macalin ay gaajahaysaba xanta lagama qarsado. waxaad sheegay mu maqlahay waa maqan yahay waxa walan yahay wuxuu leeyahay xaggeed maanta bal caawa zab iyo berri weliime iyo xaggee laga dhintay oo yaasiima laga akhriyaa oo waxaasuu ku maqan yahay maba joogo. ninka cadhadu haysana asagaaba isku meshu saasuu ku hayaa cadho ma garanaysaan isnidaam isbad u taqaanaa baashaas wey xertayso idinku xerba ma tihid kuma dhacdaba baasha idinkuna xer ahayn waxa uu daliil ah idinkuma dhacdo. sideedan iyo lixdii waa ugu dhacday aminka nambarka igu yaalla un xirow ahaa sideed todoba meelaas aanu maynaya marka waxa weeye idinku waa fursantiinba saabu ma isla dhacaysaan maalin laba goorbaad qabaysanaysaan shaawar baad isku furaysaan xer ma tihin idinku xeraan isdhagelimayada xer ah miyaanu isfahanay. almuhim inta waa iska kaftare waxa weeye nabiy llahi maxamed calayhi salaatu wasalaam faqr yaa culusna wuu soo maro ilaahay baa ugu lib sheegtay wawajadaka caa'ilan fa aghnaa iqnaana wuu soo maray waana xaaladiisu u dambaysay oo adduunyaa gacantiisa soo gashay aada u badan laakiin nabigu waaqay waa isdhaafiyey kulli waqaf iyo sadaqo iyuu ka dhigay wakii ku yihi nabigu waxaad haniimo yahaan dunyaa hesheen waxaan ku leeyahay alkhumus waalkhumusu mardudun calaykum xadiika abi daawuud khumuskii ilaahay isiiyeen idinkaa idinku soo celiya anu adduunyaa saan dhihi idinkaa idinku soo noqotaa. caailihiisu ka tegay iyo faraskiisii iyo baqashii uu nabigu ka tegay xaggee la geeyey maa taragnaahu sadaqa laa nuurathu nabi xoola lagama dhaxalo wuxuu ka tegay calala ama neef u gaadid ahaana waa sadaqa qudhigiisu waqaf baytumaalka la geynaya bankiga muslimiinta ambiya sidaas adduunya ka ahay. idan faqri iyo ghina iyo kafaaf saddexdaa tiir weeye hawsha xaaladda adduunyadu midda u dhaxa u qiimo badan faqri oo taraf ah ghina oo taraf maxaa dhextaal ah alkafaaf wutuu nabigu ku ducaystay. nabi maxamed had iyo goor ilah wuxuu u doortaa laba xaalo saddex xaalo midda dhexe khayrka badan middaasaa wanaagsan aadamana waad ka asturaan adduunyo ku fidnayso oo badan oo xisaab badan kugu keentana geli maysid waa toogu fiican. xayaatu kalbi baan ku noolay idinku dhareegsan oo boqorro ah waxay ka maqan ba jirin oo biil qaadan oo mushaar qaadan oo kiiba boorsadiisu dhar ka buuxo toban qamiis maxaa ku dhahdaa waa aan xer ahayn baan mid ku cuhi cumamada badnaa baan ku wuri waxna cumamadaa iska daysid imaam maalik baa laba boqol oo cumaad lahaan jiray buu yidhi waa nin raba mogdawaashu badsaday imaam maalik iyo wuxuu lahaan jiray laba boqol oo cumaamadood taan ku qosla faraha ka qaad hadda hawshan kaala hadlaya maxaa iska qosay hawsha iyada xer kalaan ku lahaa wax ka sii baallo kala bedasho oo marka xoogu xertu way isjeeb dhaantahay wuuna jeeb dhaamay marka qolyo aan heli karin baan rabeen wax ka siiyo markaas wuxuu kasoo kacayba ma toban xabad la yaabanta imaam maalik wuxuu lahaa laba boqol. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال والله الذي لا إله إلا هو الروحي يلي الله أسقى مني إلى حق لقوع عبد أوسن جريب بان كل دارتي إن كنت وحان أها لا أعتمد من عسكدة أما عسك سيو كل شيء بكبدي بير كي بقيقة على الأرض لكي عيدا كل شيء جريب من الجوع قاتي أوغيد قاتي يمعال الأوغيد بان بقى كنت لك كنا بيتشري وإن كنت وحان كلون أها لا أشد كي حرة الحجر دقح بان كحر جري على بطني بقية بيركي من الجوع قاتش أوغيت علوشو انت وح كتر ويكتاق انت يضعك هاي سواتير مركي مرتو وقوسكو كردم ماذو مرات العسان بين نغو ويسكو دعي مركي يدو سكو دعو كم حاجين كرتو واتسوقو دن واتسجلي ماشنا كدو ليشامي مركو وإن لتوسيو lugahan aad taagaysaan iyo qaarkan la taagay waxa haya meeshan weeye markay marato maro jilicsan bay noqon wayso laami sida xaashidi ku toosin mayso dhagax waa in lagu qabto markaa ku yar toosiyo tiir kuu noqda dhagaxa saasaa loogu xidhaaya qolyo waxay yihin isagaaba dhagaxa marka caloosha lagu qabto dhagaxa kuleelkiisa caloosha dheefsan oo dhacaan baabageli waad roonaan hawshu sidaa maaha tiir bay kuu noqon wey tiir bay kuu noqon
وحول السحاب ولقد قعدت وحان فريست يوما مال على طريقهم جدك مسادك كسو بحايين وضد مسادك لقد دريره هي الا قبا حي بان فريست الذي طريقا سو يخرجون منه اي كسو بحان المسجد او كسو بحان فمر رؤوسه امامك كتغيت روايه وحول ابو بكر باي سو مري ايات بان ويديي بوري انو غرانيا وحان دوني بوري باهيده وخا دبك هيست ان ابو بكر يدريمو ayad dib iga jawaay waa inaga tagay Umar ba hadana isoo maray ayad ban weydiyay anoo raba inuu idareemo warbuhu way ka taalay bayna keen aan guri aan inuu dhaho asna ima dareemin boori anaha hadii warqada isii kala guri geewan ka xishood marka Abu Bakar iyo Umar mareen yaa nabigu soo maray nabigu socdaa soo maray fa marra bin nabi nabiga sallallahu alayhi salatu wasalam fatabassama hina raani nabiga muusoo markuu arkay nabigu waa dareemay dadka lamid ma ahayn nabigu waa dadka waa ka dheera fatabassama nabigu waa muusooday xiina raani markuu arkay buu nabigu muusooday wa carafa wuxuuna gartay ma fi waji wajigay waxa ku yaalo macaluul iyo sadaada iyo rafaad ah maxay la waree war dhafoor buu ku yaala nicmadu markay ka muuqatay dhaadanaan iyo naacaw iyo shaani ba ka muuqan marka xogow baahi ay jirtana wajigaada laga akhisan nabigu wajigay waxa ku yaalay buu gartay buu oo macalul iyo baahiga muuqata wama fi nafsi nafsi waxa ku jirana uu dareemayo inaan baahanahay oo kaalmo u baahanahay oo ruuxi qada aan doonayo nabiga iyo saxaabadana waxaan u hor fadhiyay ay tahay waray garta nimayo intana afka ana afka la kala bixin nabigu ay gartay buu macalushi dibka calusha ka jiray iyo dhafoor wuxuu ku yaal nabigu waa gartay buu thumma qala wuxuu yiri أباهر يا أباهر أبا هرير ونبي ودواق وانا أركا قلت لبيك يا رسول الله نبي الله وحارك وأجيبي قال حوري الحق إنا كين سوكا ومضى نبي ودقاقي فاتبعت والراعي فدخل قرقي بقى نبي فاستأذن الباب كي يستغوي فاستأذن إذن بويديستي فأذن لي والي إدمي فدخلت وان قالي غرق وان قالي فوجد وحوه لصوبانه لبنان عانو أركيه في قدح ويل كتشرا ديل كتشرا بو غرق أو قالي غرق عائشو عانو نبو غرق وغين المسلمين باوسو هديه فقال وحوه لصوبانه من أين هذا اللبن عائشو عانان حقيق كي ماده عانها ناني حقيق نوغي ماده وحنو يربان بأنكو مترين قالوا وحيد ان صحابة دي وإذا أهل بيت كي هدي أهداه لك فلان هبل باكوسو هديه أو فلان أما قبل هبلايا كنتو هدي أوكت النبي الله قال وحول صوبانه أبا هر يا أبا هر أبا هرير قلت لبيك يا رسول الله قال إلحق أدوي إلى أهل الصفة حرت مسادك فرد يروي أبو هرير تنا عرفك هاي سمر كاول على سوي إلحق لحاق وحاله قد بيا بابا أنت بدنا لو قل بيا إلحق بفلان بالله ليد هذا لكن الحق هذا وحال لو قد بي إلا لو قد بي معنى انطلق على دنسيي نحو هذا باب لي باب التضمين باجرة فعل با فعل كلا معنى سلا دحق لنا إياه أولا دنسيا لو أرسينا إياه مركز الحروف تكو قد بي لو قد بي الحق هنا وام حيوة بمعنى انطلق دقاق وي حقا نو دقاق إلى أهل الصفة آدوي ولذلك بعض الروايات حدو حاكم مش الحق حاكم انطلق باكتمت الحق آدي الى اهل الصفه هلي لو نمنك اوتك ومسلمين تي مسادك قيبتنا وقوي قد قنا مهاجرين تا فقراء اهل ايو منا ان لهين مسلمين تا ان كنا ولاو رقبا با سومر وانا كسو شيكيني فادعوهم لي يقول يد شيكي يرى عاني كجري ينبغ الربا تضبات سحابي او باهين وسيو أبو هريرة وحول لي أنت كبضا نبي وإقام بضنا نيدا كجرت الحقيقة تد أقول يقول أنا بسكر هذا ورد عساله قال أبو هريرة وحول لي وأهل الصفة مي أدربت أهل الصفوه أضياف الإسلام ومسلمين تمرتدوا دي لا يأوون على أهل على هنا بمعنى إلى لا يأوون أمر المدان على إلى على أهل 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 المدان وغير أهل المدان ملها ولا مالها انت اي كتير سلام مالها ولا على احد قرب تاغن وعاوينا مجر
yay ku noolayn haday marka saaba ahaayeen yaa ka warqabay idaa aatatu sadaqatun haddii nabiga sadaqo u timaado loo keeno bacatha biha ilayhim ayagu u diri jiray wixii sadaqa ayagu siin jiray nabigu sadaqada xaraam bay ka ahayd awsaaqu nnaas weeye walam yatanaawal kama qaadan jirin minha min asadaqati shay-an waxba kama qaadan jirin wa idaa aatatu hadiya hadiya iyo maamuus haddii nabigu wax lagu xurmeeyana arsala ilayhim waxba ooga diri jiray badankeed ayagu siin jiray wa asaaba minha waxna nabigu waa ka kaban jiray wixii hadiya ah waxna waa ka calfan jiray wixii kalena wuxuu siin jiray ahlu sufa asxaabu sufadi wa ashrakum wa wadaajin jiray fiiha fi lhadiya waxba ayaga ka siin jiray wuxuu yidhi fasaa'anii daalika arrinkaasa i xumeeyey waxaa i qalbi xumeeyey buu yidhi in jiray caanaha ahayd oogu yeedh ciidankii la yaqaanay xerti soolomada ahayd imisaadka fadhiday oogu yeedh allah buu u soo horreeyey nabiguna kuu yeedhay horta ma adugu ku siiyo yaan isidi buu marka adugu xoogow aad wuxuun ka taabato bal wixii kale ma dadka ma loogu yeedho fasaa'anii daalik waa min asaraax yacni wixii jiray in la sheego waa saxaabadu waxba kuma aha faqultu maxaa idhi waa fii nafsii ma aha kor oma hadlahayo faqultu maxaa idhi wamaa hada labanu fii ahli sufa wamaa hada labanu caanan xaggay ka gaadhahayaan maxay u taraayaan kana qabanhayaan fii ahli sufa toddobaatan boqol bay mar gaadhayan marbay boqol iyo labaatan gaadhay marna waa yaraan jireen marna waa baykulba baahida iyo xaalad siday tahay iyo say isu bedelaanba kuntu waxaan ahaa buu ana idhi buuri axaqu mid ku xaqnima badan kuntu axaqa an cafwan an usiiba min hada laban caanaha inaan ka asiibo aan ka helo sharbatan ka basho ataqawaa bihaan ku xoogaysto oon beerkii isku kay dhacay aan xoogo bal ku toosiyo saasaan naftaysa idhi buuri faidaa jaa-uu markii ahlu sufa yimaadaan amaranii nabigu waa ifarahaya wuxuu odhanaya nabiga dhaqankiisu u yaqaanaa ninku u yeedhay buu dhihi raashinka qaybi adiguna waxaad noqotaa ninka u dambeeya saaqi alqawmi aakhiruhum faidaa jaa-uu markay yimaadaan amara nabigu wuxuu farayaa inaan iyaga caanaha u qaybiyoon u adeegoon u teelo cafwan fakuntu waxaan noqonayaa ana anugu uctihim kii siiyo u adeega wamaa casa an yabluganii min hada laban maxaaba iga soo gaadhi bin caanahan marka wamaa casa an yabluganii min hada laban mar haddaan dhiilka caanaha xerta u qaybiyo oo nin walba intuu ka bado qulqulhiyo soo celiyo haddana ku kale u dhiibo wareejiyo wax ii soo harahayaba ma jiro saxaabii jadhaa dhici walam yakun min taacati illaahi wa taacati rasuuli illaahi buddun walam yakun mana ahaanin min taacati ilaahi in la adeeco oo ilaahay loo hoggaansamo wa taacati rasuuli illaahi rasuulka ilaahi loo hoggaan buddun ka maaran ma jiro ka maaran laga maar ma jiro ilaahay iyo rasuulkiisu hadday amar bixiyaan waa in amarka la qaato ninka inagu baahi halkaa ka gaadho wixii yaree ugu soo horreeya la yidhahdo adugu u kaadiyo ummadda u qaybi dagaal buu ka xigahaya inagu maxay tahay cadaalad darrada aad wadaan alxaqu liman sabaq hawlihii soo garanmaysaa alxaqu liman sabaq maxay tahay dowladdi waa ku amrayso iyadaa kaa caqli badan kaa ildheer mas-uul weeye waa raxiim raw adugu horta amarka qaado amarka aad qaadatay naftada aad dib u laqday ilaahay baa kuu barakaynaya ilaahay baa kuu barakaynaya adab aladab maca alculamaa waalmashaayikh wa kibaar alummay ku tusaysaa masaladu waa masalatu ijtihaad adiga ishow adaa u mudnaan lahaa maye waa laga maadaa uruhaya aduu beerka wada xidhato waad socotaaye kuwa yaallaa jiroo kaa daran mar haddaan masaladan bir iyo nas lagu goynayn oo waxay ila tahay ay tahay iyo maxaa kula quman mas-uulkaa loo hoggaansama raagiisa loo daayaa xataa aduu haddaad ka biyadiidsan tahay canuftada la laqaa kala dambayntu waa shay wanaagsan ruux hadduu aayad khilaafa ama nas khilaafa waa masalo kale oo lagu raaci maayo laakiin markay tahay hawl maamul iyo tala iyo ijtihaad iyo maxay kula tahay oo araa la isweydaarsanayo amarka ninka weyn baa loo daayaa istalada haya ilaahay baa barakaynay faataytum waan u tegay ahlu sufaan u tegay fadacawtum xerti baan soo kiciyey faaqbaluu waa soo dhaqaaqeen de waxar baahana gaasho la dhammaanayse waistaadanuu nabiga idan weydiisa guriga inay soo galaan bay weydiisteen fa aadina lahu nabigu waa u idmay wa akhaduu majaalisa nin walba fadhigiisii booskiisa buu qaatay min albeyti guriga meesha ka banaad buu ka fadhiistay nin walba meesha banaad buu fadhiistay qaar nabi wuxuu yihi marka wuxuu ka baqay abu hurayro weeye yaa abaa hirin abaa hurayrow
قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فاعطهم قيلك عنها قضوا سيح حرت أقيم قال حرف أخذت القدح ديلك ويلك رابان قاضي فجعلت وحان قدق لي أعطيه إنان ديلك أديب الرجل أن ننكم إذا صحيح أبدا فيشرب وردمها إياه حتى يروى إلى أدرقه عكنا هذا ديلك يرى نوال بنتو دبنها صاروا ميكتو أو قرقريو يوك درقها إياه هالشي كير ثم يرد علي القدح ويلك بيوسف عنا لمسي ديب مركب مرة روح عديق إياه روح ديلك كودي ديب الوع لياه أصوها قادة نروح كلاسي أمر كلاب صوبح كرو هبل حقا أسي ديب الوران كرا ما كادو عود هبل وسي ود ما هوش نباب كورتا غي كسو عيد ديلك أصو سقا عديق هاي فأعطيه الرجل إلا بعد بانسين فيشرب وردمها حتى يروى إلى ودرقوع كناد ثم يرد علي القدح ويلك بيقسو عين ليليلك فأعطيه الرجل إن صدح هذا ما أفراد بانسين فيشرب وعبها حتى يروى روية يروى ورضيك يرضى بين لمتاي رضي يرضى وكي لمتاي إلى ودرقوع كناده وعنا كدرقو ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي إلى النبي سو قريب كل وان سو مريه روايتك حد يقول شيء أفرت النم بي أهاي أفرت النم بي أهل سير وتاريخ شيئين روايتنا يتلمامي وعدوا مئة ضباطا بي أهاي ما دي الوحك جرا يا أفرت النم ديق هذا ماشى بركي معجزة كسعون بركات الرسول باسعوت مويل دي الوحك جرا هي هل نبا هنسا ذا أول ما قر الرسول حمد الله إن عدي وذكرنا إنسان أدنين أذو باها دي اللي حتى مدق حتى انتهيت إلى النبي النبي أن سوق قاريب دي الوحو قاض ومركو سنبه الكوين امتحان كاهين والله بلي ترعانا صدح اللي ترعانا كوين بأفر قاضة الله بلي ترعانا فردي بذلك عبتال قال لبسيد بيها بذلك عبيسال بي انت لقعب بي عان انت لقعب انت عانا لقعب بابضان سوق قاضة حتى انتهيت إلى النبي سوى قريب وقد روي القوم كلهم حرتوا لما دركتيو لما وادركت نوالبا على شو بحسدي فأخذ القدح والكب النبي قاضي فوضع على يدي قعنتي سبركيديد بركيسنيد النبي ساري فنظر إلي النبي أمرك عن سار لك وقبتي يسوف يري صلوات الرب والسلام فتبسم مركز المصد وقصلي روش وقصلي صبره أبا هرير وحكو فكرها أيه iyo wuxuu iska dhaadhiciyay iyo barakada ilaahay keereeb nabigu aad ugu qosla kumu sooday faqaal nabigu wuxuu riyaa abaahirin abaahureero qultu labbayka ya rabbana law ku ajibay muhaatiri qala baqitu ana wa anta aniga adiga soo hadhni sooma ragii waa la dhargay waa la qadeeyay aniga iyo adiga dhiman sooma baqitu ana wa anta qultu ana sadaqti hadu abuu farxsan ya marka على الحمادي ويكب عليك على الحمادي ويكتك تياد قلبي حمادي صدقت يا رسول النبي الله رمبات شكتي سيدا الشريف علي يادو بعد موالا وذا درقي قال نبي حوري اقعد فريسو فاشرب فريسو عانا دان ليلك هو فريسو دان هذا أنا كورا بنا أنا كوتي لها يه فقعت وان فريسي برو فشربت وان دمين ليلك فقال سبحانه حوري اشرب وات كنقو انتو درقي سو ديباي وخو نبا لو كون نقماي فشربت مر لباد ما هدان ميكتيبو فما زال يقول نبي انو يغو علي موسى كزوري ولي اشرب عب دنعانا عانا كون نقو قلبي حمد اسكا صار الهي سبحانه وتعالى ما حدوت انت هداي سخميس انا وخو ديري هوسا لا عنان هيا عنان وسان سو مركا دريمي ان با كو دحايسا كون نقو وا ما لو ددك لو معلن جاسو ما لو علن هيا ابا هوري ما لو علي علماء الله تونكي هداي وقال النبي كباب بينيا تونكي هداي وقال فساءني ذلك والنبي دبت الى ودريمي سو دريم ام ولا وحيوده هي اما النبي حالته قيميه لبدوبا احوال الرسول لو حلو حمبارا على الوحي الا بدليل حتى قلت الى ان اريد لا نبي الله ما يمدمي كرو والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا وعور الله حق الله سو دري بان كدارتي ميل ان مريم ما هيو لا اجد له الا ما اي له للشراب واللبن
maslakan meelu mar xagee nabi loo geeyay masankan iskaga shubaa caloosha way soo istaagtay qaana wuxuu faarini bal tu saada dhiilka ii dhibaaniga dhiilka bakeer haddaan rabaa faaciitu alqadaha weelkii baa nabiga u dhiibay faxamid allah ilaahay baa ku mahadiyay faxamid allah barakadi iyo mucjisadii meesha ka dhacday iyo saxaabadii dhargay iyo abuurur oo qancay buu nabigu ilaahay ka xamdinaya caanihi ka bashadoodina wuxuu bisanka u qabto suubanu wasama ilaahay buu magacaabay xamdigu waa nicmada iyo barakada iyo mucjisada iyo karaamada meesha ka dhacay nabigu ka xamdinaya ama markuu ka banayo wasama ilaahay buu magacaabay wa shariba alfadlata hambadina waa dhamay riwaayadii bukhaari baa ahayd riwaayo kale fashariba min alfadlati wahada huwa sawaab hambadii buu nabigu wax ka dhamay dhiilka waxbaa ku sii hadhay wey oo reerkii ahlka looga tegay wahada mucjiza min mucjizaati rasuul calayhi salaatu wasalaam weeye waxay kaloo ku tusaysaa sabirka iyo gobonimada abuhuray labtirkiyadu hawl sahlan ma aha nin calooshiisa ku xidhay dhagax oo kiciila oo xataa ku dhiiran lawanimayo waan baahanaya maanta si halay dhaho ku dhiiran laaya ha lagu dareemo ha lagu garto ayuu leeyahay markii saxaabadu garan waayeen ilaahay wuxuu ku bixiyey rasuulkii ilaahay buu ku bixiyey markii rasuulku howl u diray oo isxumeeyeyna wuxuu yidhi tan mataada mise tii ilaahay tii rasuulka taada dib u dhigo waxaad untaba aad qabtiide ilaahay amarkiisii rasuulka amarkiisa yeel wuuna ku barakoobay sabirkiisii iyo dulqaadkiisii ayaa laga yaabaa ilaahay baa inuu mucjisadan iyo barakadan ku keenay nabigu ku karaameeyey idinku markaad xuquuq khatar gashaan waxaad dhahaysaan mayhaad maxay tahay hawsha cadaalad darro wey bil dhan baan anugu meesha saa waday maxay tahay ninkaada soo booday wax loo dhiibahay waxaad qiimaynaysaanba ma jiraba nin walba aniga wax walba xaggayga iithaarka iyo dooridda iyo dulqaadkaa ku yar soomaalida sodu aafadaasaa iska jirta abu hurere qisooyin badan oo tan kale ulahaa qisa ibn xibaan wariye baa tan ka daran yaa middan ka daran ibn xibaan qisa kale uu tan la macnaa ayuu wariyey wuxuu yihi saddex maalmood baanan luumanin diiye iyo baadba markaasaan damcay buu inaan masaajidkii soo aado marka masaajidkan soo aaday baa marna dhacaa marna waan kufaa marna waan dhacaa marna waan kacaa bogaan dhulka la helaa haddana waan istaagaa waan duulaa markaasay caruurtu waxay dhaheen abu hurere waa waashay junna abu hurayra wuxuu waa waalan yahay qabta waa la maray isaan u dhadhacaya marna u kacaya marna u kufahayay yaa waxaan ku soo cararay baan soo galay sufadii baan soo galay balbaladii masaakiintu ay degaysay baan ku soo dhacay buu yidhi balbaladii markaan saa ugu soo dhacay oon miirsaday yaa waxaan arkay buu yidhi asxaabu sufa nabiga gurigiisii laga marti sooray oo raashin cunahaya saddex maalmoodna afka xuma saarin waa ninkaa dhacahaya ku fahaya istaagahaya iskama aadi karo markaasaan istoosiyon isdheereey suu nabigu ii arko iigu yeedho intaan istahabiibay oon balbaladii qoorta ka taagan dhex fadhiistaa nabi allow ee arag haddaanna waa ikee yacani hoostu kaliya waxaan rabaa buu nabigu intuu ii arko hee inuu aduguna kaale bal wax la cunay wax ka gal nabigu waa arkay iimana yeedhin bali asxaabu suu wixii bay dhammaysteen way soo dareereen markay baxeen yuu nabigu ii yeedhay buu xeedhadii buu nabigu fiiriyey waxbaba kuma jiro waa eber asxaabu sufa haddii xeedho maxay ka deeqdaa xeedho kibis ah oo baalka hadda iminku jabaatiga tidhaahdaan kibis iyo hilib yar bay ahayd xeedhabu nabigu fiiriyey markaasuu murdiyey buu hareerdii buu murdiyey wax yarbaa salkeeda ku soo hadhay wixii yara salka ku soo hadhay buu nabigu hal mar qaaday buu yidhi gacanta saa ugu soo qaaday hal afgelis bay noqotay buu yidhi luqma hadhaagu nabigu isku xalxaalay ee uu soo qaaday waxay noqotay wuxuu ruux hal mar afka geliyo markaasuu nabigu intuu faraha ugu qabtay abu hurerow cun bismillaahi dhaho nabiga gacanta sibaan ka cunay ilaa aan dhargay keliya dilaaceed saa nabiga gacanta sida ugu cunhayay yaan dhargay buu yidhi markaasuu miyaad aragtahaa ma kugu filan tahay nabi allow caloosha bay dilaacaysa orod buu yidhi wixii dambuu nabigu faraha mamuudsaday buu yidhi qisadan abu hurere soo martay barakaadka rasuulka uu ku badbaaday oo howlo badan buu isagu ka hayaa idan haddii adoo naftu kaa baxayso meel wax lagu cunahayo aad timaado adoon faraxalin badgeli lahayn miyaysan ahayn
adoon farxalin oo shaydaanka iska naarin xilli aad gacanta gashatay xeerada laysma weydiiyeen lamana garteen baashu gubannimay u baahan tahay iyo hungurisami iyo dulqaad iyo sabir bay u baahan tahay maya biyaha dayaa cuna so cabdullah duka kama soo biyaha ka dharga nin uus leh maalinka aad cabdullah calooshi eber ku noqoto caagada ma dhammayn kartid 24 saac ma cabbi kartid halkaaba ku dhaafi mayso hawsha hadda kor baa ka soo alla ku soo noqon xadiidkan kale asagu xuseen ku daraa dimse intaasan iskaga istaagna bal xadiidka asagu xuseen aan ku daro idan qadiyadaasi markaa sidaasi adduunyo wataa macnaheedu sabar bay u baahan tahay gobonnimo waad baahan tahay bakti looma cuno haddaa dhimo dheerka waa la iska duwaa hunguri xudu ma wanaagsano hunguri sami waa loo baahan yahay sabir dulqaad dhaqanka ummadda soo celiya sida daqsiga iyo baalaygii ha ku daadanina meelaha xunxunka ah dad iska dhiga wacan maxamed ibn siriin can ibrat radiallahu tacala anhu qaal xadiidku ولقد رأيتني حديث قيب كوي إمامك وعقتكي ما قرانين حديث أسل كزوحوها تابعه وحوله كنا عند أبي هريرة أبي هريرة المال اللي تشوق نيبي وعليه ثوبان ممشقان لبن مرؤو قري قرس لقلي كرس ولا كري بقال لي ما هي قريس كسوم قرني زين انتي الله سوق هذا هوين كرنشي قلين شري مريها سواقة أدلوحي سيني مرب افتار الله سوق هذا عط رينتي ولا قلنا يا والله مذبين قروح بين نقوني أبو هريرة وحن لشون لما مر وسيف عن لور رينتي يا قبة ومن كتاني لجسمي عطب يجري لجسمي فتمخط فيه مر حاك وحاك وذي مرضي وحاك هذا كنت في حاك هذا ومرضي كنت في مكاس وكنت رتري فقال بخن بخن حور ولا عجبوي وقر أبو هريرة يتمخط في الكتاني وحول أبو هريرة ما أنت وحول كو ديف سريا أما كو حاكا طفانيا إيه مرق لي لا أو رينش فعل لأمري بابن حاكا اسكا طفايا إيه أم حاجرة ولقد رأيتني ساسي أحدث كوها ولقد رأيتني وحاي صومرت ننكي كما أنت لبضا مرين توقف في دو اسكا طفايا سالي وحاي صومرت ولقد رأيتني وحاني ساركيبوري وإني أنوغو والله أخر دعهاي فيما بين منبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة منبر النبي محمد يقول كعائشة أنت أرد حيث أنا أرد عها يو كفها يو صوحة ينزل مغشيا علي أنا الأمير دبولي قاجة درتي قاجة تبول الله سرية ودولي وديضة يا روحي أبو هريرة ولقد رأيتني وحانا سركوي صومرت وإني لا أخر أن أودعها يديها يصوحها فيما بين منبر الرسول أنت أودع حيسة منبر النبي محمد وحجرة عائشة إلى ضحوه وهذا من حيث العربية صح معها وو إن لقل يبوس كاسا كوان أكسن بعض الرواية نوى بكتمد فيما بين منبر رسول الله وحجرة عائشة قل كعائشة قول كيدي منبرك إن يربي سجران قل يا هذا حقيا سوحيدة وحيس كجران أفر متر مرك الله بديه ولبا أفر بتربو دعايا أو كل بكفايا دعايا مغشيا علي أنا والأمير دبولي فيجيء الجائي من صعداء إيمانية فيضع حصار رجله ولوكتي زيادة كيس على عنق يمشى دكت ويقصار يقورتك يستاغي هذا إلى هايون دقان إلى هايون عربت وعيلا روح الجنك هيا دعو هالكاس اللي يستاغا ومير سنبا يدين إنه كالقاذي وحمودا يوداد كونه لدى دعايا جن إيا دبايل مرتي دبايل جريد بيمودا قاش أنا كالقوينيس إلى يوم من هذا عربت ننك حتى جنك قومك قرعين عنها كقرعان هل قاس كا قرعان مالها كا قرعان بقان كولي قد بيلا يا أمن كنباقي وي إذن كن روحوا هذه كويس لك هذه كل فتر يا وهذا غير كويسا ليش هذا كل فنيسا روحوا هذه كويس لك هل قاس كل فنيسا وهو أردي من كرابة يا أم باتك والله وكون يا فرتي روح انتو عدلقوا كويس لك ربر كا قرعان halka dhawarka ah way garaacay nin dareef madow yaa anagu joogna macadkii abul xasan maaribi oo maal ciid raashin cunayna mid ardada kamida cad weyn buu intuu la qabo ku istaagay asiga qudhigis anagu rabnaa inaan sida soomaalida giir goyno derbiga ka dambay mu dhawar ku dhuftay gow cadkii baa soo booday waa shay ilaa badnayd way marka dhaqamada kala duwan
inagu ruux halkaasaan ku dhufaynaa giirgooyada u dhintaaba laga yaabaa ruux ila naqsigii baa ku dhagay haddana waad giirgoysa kow waa dhiman karaa laakiin markaa dabarka laga garaaco cadka ama uu soo boodi ama calooshu aada uu tegi hoos buu degaya weli waxaabadan hoos u dego waa xikmad fiican wey ilagoo dadkii ayaana laynine dhabarkaa laga jugay lugta layska saaray luqunta waa caado ay lahaayeen ay ku daawan jiray ruuxa jinka qabay ku daawan jiray jin hayay moodahaya fayadacu rijla lugtu saarahayay buu ihi calaa cunuqii luquntayda iyo surkay wayaraa wuxuuna moodahayaa annii majnuunaan waa lahay wamaa bii min junuun wax waa loo ahaysana ma jirta bu wanagare fasyaqi nafi wax adamaba qaba saxar meel laygaaya ma jiro maa bii imahayo ila aljuuc baahi unbay hays waxaan la suuxi la diidi la diidayo un gaajura wal bukhaari idan dadkaas waxaa soo maray baa inaga qiimo badna aakhar iyo adduunba marka adduunyadan yaan la ysku khatalin yaysan idan dagin ilaahay laga cabsado diinkana loo gargaro allah subxaana wa tacaala aclam.